السلام عليكم، كيفكم شباب؟ ان شاء الله بخير. اليوم رجعنا لكم مقطع جديد بلعبة سيارات جديدة لسنة 2023. طبعا اللعبة حسب طلب المتابعين، في كتير تعليقات اجت انه نزل لعبة هوزا، وانا كنت افكر لعبة هورزا، فاكتب بالجوجل بلاي انه هورزا كذا فيطلع لي غير سيارات غير لعبة كذا، فبالاخير كتبت هوزا فطلعت لي هي اللعبة. طبعا اسم اللعبة مثل ما قلت لكم هوزا هيك اسمها، فبتنزل على الاندرويد فقط. رابط تحميلها بتلاقوا اسفل المقطع في صندوق الوصف، بامكانكم تحملوها وتجربوها وتعطونا رايكم في التعليقات وقيمونا اياها من 10 اذا حبيتوها ولا لا. طبعا عملت على اللعبة نظرة سريعة من الخارج، شفت انه فيها اونلاين وفيها اوفلاين، تدخل انت واصحابك وكذا، يعني لعبه حلوه. بدايه يا جماعه الخير، لا تنسوا الصلاه على النبي، لا تنسوا من اللايك اشتراك وفايز وجرس تصوركم كل جديد، واهم شيء لا تنسوا الدعاء لاخواننا في غزه وفي سوريا. بترككم مع المقطع ومشاهده ممتعه. ومثل ما شايفين الواجهه الرئيسيه بتكون بهالشكل. طبعا نحن باللوبي حاليا في عنا اول شيء البروفايل موجود في الاله هون، هذا البروفايل بتغير اسمه كذا وهالشغلات هي. في عنا قسم الضبط او الاعدادات، بامكانك تشوف هون الجرافيك بتظبطه، الصوت، اللغه، يعني هالاساس هي. مثل ما شايفين في عندنا زر واللي هو زر كثير حلو، بامكانك تشوف داخليه السيارات باللوبي. مثلا عندنا سياره الهونداي الالنترا، هي الهونداي على ما اظن ضافوا لها جديد في اللعبه لاني شفت عليها تحديث جديد. فمثل ما شايفين رح نضغط على الكاميرا، شوف يا حبيب شوف ميزه الشكل الداخلي للسيارات، يعني عن جد تصميم كثير حلو واقعي 100%. اعطونا رايكم يا جماعه، شيء مرتب. اوف وين ضغطنا نحن؟ ضغطنا على شيء فظهروا لنا هذول الاشياء. طيب غير الكاميرا، ضغطنا على السياره، ها هون بتظهر لك التعديلات للسياره. في عندنا الطلاء، في عندنا التظليل مثل ما شايفين، تظلل كذا تظبط امورك يا حبيب. في عندنا نظام التعليق، ما بعرف هذا يمكن الكفرات وما الكفرات والشغلات، الجنوطه ورجيني، في كميه كبيره من الجنوطه واللوحات. في عندنا لوحات عربيه مثل ما شايفين. في عنا هون يا جماعة قسم الأصدقاء على طرف اليسار، بس مضغطت عليه هون بإمكانك تضيف أصدقاء وما أصدقاء وهالقصص هي، يعني بتختارون يمكن بتضيفهم. فبهالشكل هاد خلونا نضغط على قسم الجراج نشوف السيارات. في عنا الإلنترا، الكامري يمكن القديمة، في عنا الربع، في عنا الليكزس يا حبيب، في النيسان، في الهونداي. هي شو هي الهونداي؟ أزيرا الحديثة 2024. أكورد يا حبيب الأكورد. في عنا الهلي يا حبيبي، تفرج على السيارات، تفرج تفرج على الفخامة يا عيني عليك، اقسم بالله شي فخامه فخامه. يمكن في شخص، هلا رح نشوف. هي السوناتا تشارجر يا الحبيب، في عنا الكامري القديم، حلو كباس ورجيني. هي الشخص، في عنا اكثر من نسخه للشخص مثل ما شايفين، لكزس، لاند كروزر مثل ما شايفين، الكامري، في عنا هون الازيرا والافالون مثل ما شايفين قدامكم. طبعا هدول من السيارات الموجوده في اللعبه. فهون يا جماعه الخير في عنا نقطه، وقت اللي بدك تشتري السياره لازم تشاهد اعلان. مثلا بس بتشاهد اعلان بيعطوك السياره مباشره. فنحن يا جماعه مختارين السياره اللي هي الالنترا اللي هي هي، مباشره رح ندخل على قسم البدء نشوف الاونلاين والاوفلاين وهالقصص هي. هون عندنا قسم الاوفلاين والاونلاين مثل ما شايفين بالاسفل، في كاتب لنا هون اللعب الجماعي واللعب الفردي. بظهر لك الخرائط والقصص هي مثل ما شايفين. عندنا هون الوزنيه، بامكانك تختار الوزنيه اللي بدك اياها. اللعب الجماعي مثلا بس بنضغط على الماب اللي بدك اياه او الشيء اللي بدك اياه. وفي عندنا احد الاشخاص فاتح روم، بامكانك تضيف 6 اشخاص معك مثل ما شايفين. والله في رومات كثير يا معلم، الماب الفروسيه روح معلم، في ناس لعيبه. وفي عندنا هون 70 شخص داخلين في الاونلاين حاليا بالغرف اللي شايفينهم. فرح ندخل نحن على قسم اللعب الفردي نشوف مثلا هذا الطريق ما بالخط الطويل، تعالوا نشوفه اذا ضغطنا عليه هيك. ومثل ما شايفين فتحت اللعبه، ويا عين على الجرافيك، شيء خرافي شيء خرافي يا جماعه عن جد. شو رايكم انتم يا شباب؟ تعالوا نشوف مثلا في عندنا هون الاناره، في عندنا الرباعي، غمازات، الوضع كله تمام. في عنا هون السهم الصغير على طرف اليمين، بس ضغطنا عليه بنشوف الشكل الداخلي. يمكن ها تفرج 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 على الفخامة يا حبيب. ايش رايكم؟ عن جد تصميم فخم. في عنا هون تصليح وما تصليح هالقصص هي، بامكانك تشوفهم. طيب خلونا ننطلق. يا عيني عليك يا عيني عليك، تفرج يا جماعة الخير تفرج. ايش رايكم؟ والله شيء حلو. الانترا بس صوت السيارات ما واقعي 100%، بس تصميم اللعبه عن جد حلو. يعني عن جد شيء حلو، واهم شيء فيها اونلاين يا جماعه، يعني بهالواقعيه وبهالجرافيك والاهم انه فيها اونلاين، عرفتوا كيف؟ فشيء مرتب. طيب خلونا نروح نجيب سياره ثانيه. طيب يا جماعه ندخل لقسم ماب الفروسيه،
طيب يا جماعة، جبنا اللاند كروزر مثل ما شايفين ودخلنا على ماب اسمه الفروسية. طيب نشوف شكل الداخلي، لحظة لنشوف شكل اوه والله حلو. ايش رأيكم يا جماعة؟ حلو؟ لا بأس فيه. طيب بدل الكاميرات، انطلق يا حبيب. الله، وانت اللاند يا الحبيب الأسطوري. ايش رايكم يا جماعه؟ عن جد شيء حلو. طيب الماب يعني صحراويه وبتتهجول وكذا، وايش بدك يا بتعمله؟ خلونا نجرب سياره ثانيه. طيب يا شباب، مثل ما شايفين جبنا الربع الاسطوري، تعال نشوف الشكل الداخلي كمان. اورجيني الشكل الداخلي. يا عيني عليك يا عيني عليك يا عيني عليك، تفرج شلون الوضع يا شباب شلون. طيب طلع، اطلع على اطلع البراري على الصحراء. واه لا لا ما بطلع، فاضينا نشوف. لك اطلع يا زلمه، نزلت عقالنا يا اخي، شايفين ما طلع. طيب شفتين ناخذ فتله هيك، والله شيء حلو يا جماعه، عن جد عجبتني اللعبه كثير. اعطونا رايكم انتو مثل ما شايفين قدامكم الربع عم بيسبح سباحه. هلا يمكن اذا عدلنا عليه وزبطناه يمكن يصير افضل واجمل، بس هيك ستوك كثير حلو يا جماعه. شايفين؟ ايش رايكم يا شباب؟ عجبتكم؟ انا بالنسبه للي عجبتني اللعبه كثير، ما بعرف انتم شلون بقى هذا الشيء بيرجع لكم. عن جد صار في كثير العاب ماثله لهي اللعبه، بس صراحه كل واحده عم تتميز بشيء مختلف عن الثاني، عرفتوا؟ فهذا الشيء يعني بيرجع لكم. اي لعبه عجبتكم اكثر اكتبوا لي اسمها في التعليقات، واذا في عندكم العاب بتحبوا تجربها اكتبوا لي اسمهم في التعليقات، وان شاء الله ما بنقصر. تحياتي لكم، بتمنى من كل تقصر معنا، وصلى على رسول الله محمد عليه الصلاه والسلام. ولا تنسوا من اللايك اشتراك وتفعيل زر الجرس لتصحصح من كل جديد، واهم شيء لا تنسوا الدعاء لاخواننا في غزه وفي سوريا. وبترككم بامان الله وسلام. Thank you.